الاحلال البسيط. عندنا من انواع الاحلال البسيط احلال فلز محل هيدروجين ماء. فاحنا عندنا صوديوم وعندنا حوض به ماء. فاحنا عندنا التجربه الاول المعادله الاول 2Na زائد 2H2O سالب 2NaOH هيتكون مع عندنا هيدروكسيد الصوديوم وهيصعد غاز الهيدروجين. طبعا غاز الهيدروجين معروف ان هو بيبقى مصحوب بسعات حراره فقاعه. فهنعمل التجربه اهو. نجيب قطعه من الصوديوم مع العناصر اللي قدامنا دي. شفنا الاثر بتاعها ايه.